مشاهدينا للمزيد ينضم إلينا من سانت بيترسبورغ دكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وبداية، ما هو تعليقك على تصريحات الرئيس بوتين حول استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي في حال تعرضت للتهديد؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة خطاب الرئيس بوتين اليوم واللقاء الذي جاء بعد الخطاب واستمر إلى أكثر من 3 ساعات ونصف حدد المسلمات التي يمكن من خلالها عودة العلاقات إلى طبيعتها بين روسيا والغرب، وعكس ذلك هذا يعني صدام مباشر وحرب مدمرة يمكن أن تنهي الجميع. يعني هذه المسلمات يمكن أن نختزلها بأربعة: أولا التوازن الاستراتيجي بين روسيا والغرب، ثانيا التعددية القطبية، هذه العبارة مررها وابتدأ بها عندما بدأ الخطاب، عندما بدأ حديثه، وأيضا عندما أنهى لقائه بعد 3 ساعات ونصف شدد على هذه العبارة أن العالم أصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاوز ذلك. أيضا مسألة الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة بين روسيا والغرب، يعني احترام المصالح الجيوسياسية لكلا الطرفين وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لحلفائهما. ورابعا يبدو أن أيضا المسائل الإقليمية والصراعات الإقليمية بدأ الغرب أيضا يتدخل بها في جوار روسيا، وهذا حذر منه بوتين. طيب، لكن ما يخص السلاح النووي، بتقديري هذه المرة الأولى التي يتحدث بها الرئيس بوتين بالتفصيل عن كيفية استخدام الأسلحة النووية. سابقا كان ديمتري ميدفيديف نائب المجلس الأمن القومي الروسي يعبر عن الرأي وكان يصدر التصريحات. اليوم بوتين وضع النقاط على الحروف وقال أن لا يمكن استخدام هذه الأسلحة النووية إلا في حالتين وحددها: إما إذا هجمت روسيا بالأسلحة النووية يكون ذلك رد على هجوم نووي، أو إذا تعرضت وحدة الأراضي الروسية وسيادة روسيا لخطر وجود وإن كان بالأسلحة التقليدية. هذه يمكن أن تكون رسالة طمأنة إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى إذا استمر الغرب باتباع السياسة التي يريد من خلالها ضرب روسيا ولو كان تدريجيا، بأن الغرب يمكن أن يصل إلى النهاية وإلى الهاوية في حال لم يأخذ بعين الاعتبار الهواجس الروسية. طيب، إذن سمير، نعم، أيضا كيف ترى الوضع في دونباس، وهل تعتقد أن العملية العسكرية الروسية هناك كانت لإنهاء الحرب فقط؟ يعني بالتأكيد العملية العسكرية الروسية الخاصة لم تكن هي بداية الحرب، كما ذكر الرئيس بوتين وكما نعلم جميعنا هنا في روسيا هذه الحرب مستمرة منذ العام 2014 عندما تم دعم انقلاب ضد الرئيس يانوكوفيتش، لكن الإعلام الغربي ووسائل الإعلام التي يعني تتعامل وتدافع عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي على ذكر هذه المأساة والخسائر والدمار الذي كان يحدث. لذلك الرئيس بوتين قال هذه العملية للدفاع عن الشعب الروسي إن كان في أوكرانيا أو داخل الحدود الروسية وحتى عن الشعب الأوكراني. لذلك بتقديري الآن يعني ما يمكن أن يستشف من كلام الرئيس بوتين هو الاستمرار في هذه العملية حتى النهاية. وكانت بعض الأسئلة التي طرحت عليه أنه إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه العملية، قال أنه لا يمكن، يعني روسيا لم تكن في يوم من الأيام تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أن تنضم إلى حلف الناتو فهذا خط أحمر ولا يمكن السماح به، أي وصول حلف الناتو إلى العقر الروسي، وخاصة أن أوكرانيا نحن نعلم لديها حدود طويلة مع روسيا. لكن ما هي توقعاتك يا دكتور، يعني توقعاتك بالنسبة وبخصوص مستقبل العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، خاصة في ضوء تأكيد بوتين على عدم وجود رغبة لدى روسيا في السيطرة على المزيد من الأراضي؟ يعني روسيا كما نعلم هي دولة واسعة وليست بحاجة إلى أراضي، لكن انضمام بعض الأراضي من أوكرانيا إلى روسيا ليس طمعا بجغرافية أوكرانيا بقدر ما هو محافظة على أمن السكان في هذه المناطق والدفاع عنهم. وروسيا مستعدة أيضا لتوسيع يعني السيطرة وضم المناطق الأخرى في حال استمر نظام كييف باتباع السياسة السابقة، أي سياسة عدائية ضد روسيا.
لكن بتقديري الآن الرسالة يمكن أن تصل إلى الغرب، وهناك كما نرى قبل هذا الخطاب هناك يعني مشاكل يعاني منها الغرب في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط، يبدو أنها أننا نحن يعني أننا على بوابة البحث عن مبادرات وعن حلول عن طريق السلام ومبادرات حل هذه الأزمة ليس عسكريا وإنما سلميا والتسليم بالواقع التي وصلت إليه روسيا. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن الاستعراض العسكري لروسيا بخصوص صواريخ سارمات الجديدة يهدف إلى تحقيق توازن استراتيجي أو لإرسال رسائل سياسية محددة؟ يعني سياسيا روسيا تقول أنه لا يمكن تحجيمها مهما حاول الغرب إضعافها ومهما فتح جبهات في جوارها، لديها القوة والقدرة القادرة على الدفاع عن مصالحها وعن أمنها القومي، وفي نفس الوقت أيضا رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكن حفظ الأمن والسلام والاستقرار في العالم إلا بالتوازن الاستراتيجي وبالعودة إلى القوانين الأممية وليس إلى القواعد التي يريد فرضها الغرب. يعني كانت بالنسبة لبوتين كانت هناك فترة تامة وفترة طويلة من الهيمنة الأمريكية حوالي 30 عاما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. ماذا حدث؟ يعني لم يحصل أي حل لأي من المشاكل العالقة، فقط محاولة الولايات المتحدة الأمريكية زيادة السيطرة والهيمنة والاستئثار بثروات العالم. اتضحت الصورة. كنت معنا من سان بيترسبرغ دكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشؤون الروسية، شكرا جزيلا.